رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله توصل إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة سادتنا سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعلى جميع الصحابة أجمعين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح كل ولي ووالية الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء قطب الرباني وقاصد الصمداني سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز الكريم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روحي أبينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bangga orang sebutkan ahli kubur orang masing-masing. Soma khususan ila roh. وصلهم وفرعهم وأزواجهم وأهل بيتهم وعاد علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى درجاتهم في الجنة في خيرهم وعافيتهم اللهم أنزل في قبرهم نورا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الجنه ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليا مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وأسلي بحمد موارد سائغة هدية ممتدئا من الشطر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتقن بالقرآن الكريمة والجباه. واستمع الله تعالى رضوانا يخص الإسرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجدي هداية لسلوك السبل الواديات الجلية وحفظا من القواية بحيطة الخطأ وهطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برورا حسانا أبقريا نادما من النسب الشرف قد تحلى المسامع بهلا. واستعينوا بأول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قدر اللهم قبر الكريم بألف سنين من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقوله هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الهمدي حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يعتم الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصه في بلاد قضاءة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرام المحترم فهماهما. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. وما فوقه كناني كما جناه إليه الكثير ورتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن بدركة ابن إلياس وهو أول من أهذل بدن إلى الرحاب الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه.
ابني مضر بني نزار بني معد بني أدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبا وعدنان بلا ريب اهتدى بالعلوم النسبية إلى الدام إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من إكذ تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرام صلى الله عليه وسلم واسقاته المنتقى نسب تنصيب العلا بخلا قلدتها نجومها الجوجا هبدا عقد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصمة وأقرم به من نسب قحره الله تعالى من سفاه الجاهلية أو غلت زين العراقي والده في مورده الهني ورواه صلى الله في طال الله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صون لسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صراط صار نور النبوة في أسارر غرارهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولما رد الله تعالى إبراج حقيقة المحمدية صلى الله عليه وإدهار جسما وروحا بسورة ومعنى صلى الله عليه تقاله إلى مقره من صادرة آمنة جهرية صلى الله عليه وسلم قريب مجيب بأن تكون أمة لمصطفى صلى الله عليه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأون وريدتية صلى الله عليه وسبى كل صب لهبوب نسيب صبا صلى الله عليه وقسيت الأرض بعد دول جدبها من النبات أولالا سندسية صلى الله عليه وإنات السمار وأدنان سجار للجني جنا صلى الله عليه ونضاقت بأمله كل دابة لكريس بفصال الألسون العربية صلى الله عليه والواق الأسرد والأسنام على الوجوه والأفواه صلى الله عليه وتباصرت وجوه سل مسارك والمقارب ودوابها البرية صلى الله عليه واهتست الأوالم من السرور كاس أمية صلى الله عليه وسلم الجن بإدلال جمته وامتوكت كهانة ورافبة الرهبانية صلى الله عليه وإجاب عبراء كل هبر وبير وفي هلا حسنيتا صلى الله عليه وليكن في المعنى
manaf mi fakil laha innaki qad hamalti bisayyidil alamin wa riyah sallallahu alaihi wa sallam ya muhammad annahu satuhmadu uqba عنطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شعران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجع تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نصوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا تمس بحر صدوري
السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين 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 ما رأينا العيسى هنات بالسرى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وعدك العود يبكي وتدلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عودك طبي النفور مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا ولي الحسنات كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ghafarul khataya wa dunubil mubiqati anta sattarul masawi wa mukilul asamati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati rabbi farhamna jami'an wa mu'anna sayyiati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sunturi amad al haji Muhammad sahibal wajil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.